كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد اليوم 11 جوان 2023 عن موعد الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا دورة جوان 2023، وأورد الوزير في تصريحات إعلامية عقب إعطاء إشارة انطلاق امتحان البكالوريا من ولاية ورقلة أن إعلان نتائج البكالوريا سيكون يوم 20 جويلية أو قبل هذا التاريخ بيوم أو يومين، مشيرا إلى أن ذلك سيكون على حسب مدة تصحيح الأوراق. وبخصوص معدل الحصول على البكالوريا، قال الوزير أنه يعد نجاحا كل من تحصل على معدل يساوي أو أكثر من 10/20. إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتك. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. لا أريد إعجاب ولا اشتراك، أريد منك فقط أن تصلي على خير الأنام حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. نريد أن نجمع أكبر عدد من التعليقات للصلاة على خير الأنام حبيبنا محمد. كلنا نعشق لاعبنا الكبير الساحر رياض محرز، الذي يعتبر من أقوى وكذلك أغنى اللاعبين بإفريقيا. لكن هل تساءلت يمكن تبلغ قيمة ثروته الحقيقية وأين ينفقها؟ إخواني في الله، أحتاج 10 ثواني فقط من وقتي. صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل صليت؟ جيد، والآن قم بالاستغفار 10 مرات. الآن قد فزت بثواب. بسم الله لنبدأ الفيديو. يتواجد نجم المنتخب الجزائري وقائده رياض محرز في قائمة اللاعبين أكثر دخلا في العالم بعد التحاقه بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بمبلغ 68 مليون يورو. وكشفت وسائل إعلام دولية أن جناح مانشستر سيتي تقدر ثروته ب 100 مليون أورو جمعها خلال لعبه في الدوريات الأوروبية الكبرى. ويتقاضى النجم الجزائري محرز حاليا مع مانشستر سيتي أجرا سنويا يصل إلى 9.5 مليون يورو، ناهيك عن متغيرات أخرى، بالإضافة إلى مداخله من الإشهار. ووفق مصادر إعلامية حسب ما نقله موقع روسيا اليوم، فإن رياض محرز يحرص على استثمار أمواله في بعض المشاريع الاقتصادية على غرار معظم نجوم كرة القدم العالمية، ووفقا لما كشفت عنه عدة مصادر وتقارير في الفترة الماضية. فقد اقتنى نجم السيتي عدة عقارات في فرنسا وإنجلترا والجزائر، وحسب المصادر